وزي ما يمكن كنا بنقول من اول الحلقه ان الحب بس مش فقط يعني حب ما بين رجل وامراه او عشيق وعشيقه او زوج وزوجه او الكابل اللي احنا متعودين عليه ده. ويعني احنا في الحقيقه معانا واحده من القصص الملهمه جدا واللي بنشوف فيها معنى مهم جدا من معاني الحب. المعنى ده بتوضحه قصه عبد المنعم المهدي، طالب في جامعة الأزهر في الفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية في دمياط، وهو واحد من ذوي الهمم. والدته الحاجة زينب الشربيني طول فترة تعليمه يعني بتشيله، حرفيا بتشيله وتروح بيه للجامعة. طيب احنا زي ما انت قلت ان الحب دايما أفعال مش أقوال، فإن يعني السيدة تشيل ابنها عشان توديه الجامعة عشان تحرص على تعليمه، دي حاجة كبيرة قوي ما كانش ينفع تعدي من غير ما احنا نتكلم عنها النهاردة. احنا معنا الحاجة زينب وابنها عبد المنعم عبر الهاتف النهاردة. صباح الخير عليكي يا حاجة زينب، وصباح الخير عليكي يا عبد المنعم. صباح الفل يا حبيبتي، صباح الفل يا أستاذة بسام، صباح الفل. يعني حاجة زينب كلمينا أكتر، احكي لنا يعني إيه كنتي بتشيليه؟ يعني أنا مش شايفاها إزاي، يعني قولي لي إزاي كنتي بتشيلي ابنك توصليه لغاية الجامعة في الامتحانات؟ تركبي كم مواصلة من بلدك للجامعة؟ عملتي ده ازاي؟ لا هو يعني احنا في بلد اسمها ستاموني تبع مركز بلقاس تبع الأهلية، فطبعا بشيله اوديه الكلية، اركب من هنا من ستاموني وانزل في بلقاس، وبعدين اركب توك توك اروح الموقف، وبعدين اركب شربين بتاع دمياط، وبعدين انزل في دمياط برضو اركب مواصلتين تانيين لما اوصل للكلية. يعني احنا بنتكلم في خمس مواصلات كده تقريبا ولا ستة؟ ده من امتى بالظبط؟ يعني ده من ساعة دخوله الجامعة طبعا، لكن في المدرسة كان نفس دخوله الجامعة. هو كان المفروض يخلص الجامعة في 2018، بس حضرتك هو حصل له ظروف كده لان هو عظمه زجاجي فكان بيتكسر، فطبعا نفسيته تعبت شويه وقال مش هكمل، وكان اتفصل من الكليه وقال مش هكمل. هو ايه المرض؟ ايه المرض بالظبط اللي بيعاني منه؟ حاله زجاجيه حضرتك، يعني ايه؟ بيبقى مثلا نايم قاعد عظمه يتكسر لوحده كده. بس هو الوقت الحمد لله بفضل من ربنا، يعني الحمد لله احسن عن الاول كتير قوي، بحمد ربنا ليل ونهار وبشكره على عطيته الحمد لله. يعني فتره اكيد كانت صعبه قوي حاجه زينب عليكم، يعني احكي لنا عنها اكتر، عدتيها ازاي؟ ساعدتيه ان هو يعديها ازاي؟ ساعدته انا والله، رحت القاهره وقدمت الورق بتاعه وقالوا لي استنظري الموافقه، فاستنظرت 3 شهور لما ردوا عليا وقالوا لي ان هو رجع الكلية. فالحمد لله رجع وهيكمل لسه له ترم واحد وياخد ان شاء الله يخلص رابعة كلية. طب هو صحته ازاي اتحسنت؟ والله بالعلاج وكده الحمد لله، ده حاجة بقى من عند ربنا، يعني هو يا مش رب بيمشي. ربنا يشفيه يا رب، ربنا يخليك يا حبيبي. طب هو معاكي؟ هو جنبك، عايزين نكلمه. يا حبيبي، وعايز يصبح عليك يا استاذ مصطفى، صباحك فل ان شاء الله. ازيك يا عبد المنعم، عامل ايه؟ الو، ازيك يا عبد المنعم، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. قول لنا النهارده العالم كله بيحتفل بعيد الحب، بالنسبه لك الحاجه زينب بالنسبه لك اكيد هي الحب، كلمنا هي بتعمل ايه؟ يعني مشوارها اليومي اللي هو خمس مواصلات، يعني تعبها على مذاكرتك، يعني كلمنا عن الحاجه زينب والدتك. هي معايا من اول اولى ابتدائي كده على الصف، كانت بتوديني للمعهد بكورس متحرك وترجع البيت تاني، تخلص شغلها وترجع بعد الظهر تاخدني من المعهد، نرجع تاني بعدها كانت بتوديني برضه الدروس في جميع المواد، عشان مواد الازهر كانت صعبه طبعا، وكان بتوديني دروس قرآن وكان بيزقني الكرسي المتحرك كده، لغاية ما دخلت الكلية وهي بتوديني معايا في كل حتة، ما بنسيبش بعض يعني. طب عبد المنعم نفسك في ايه؟ نفسك تبقى ايه؟ تعمل ايه في المستقبل؟
عشان تفرح اكيد مامتك. انا والله اللي انا طالبه بس اما انا فاضل لي ترم واحد باذن الله واخلص الجامعه خالص، انا عايز بس اي وظيفه ان انا اعرف اعيش منها، ولو والدتي يعني لو اي حد مثلا هو يقدر يخليها تطلع تعمل حجه او عمره يبقى فضل من عند ربنا. والله احنا يعني عن نفسنا بنوصل صوتك عن طريق برنامج صباح الخير يا مصر طبعا، ولكن يعني انا برضو محتاج اعرف شويه عن والدتك. هي بتشتغل؟ قلت لي بتشتغل، غير ان هي يعني لا ما بتشتغلش، يا رب اتمنى. انت قلت لي هي كانت بتروح الشغل وتيجي يعني شغل، قصدي على شغل البيت. ايوه انها كانت بتخلص شغل البيت وترجع تاني بعد الظهر تاخدني من المعهد. ايوه ونرجع نتغدى ونخلص ونروح نشوف الدروس اللي ورايا اخلصها وارجع بقى اذاكر تاني بالليل لما وهكذا. ربنا يخليها لك يا رب يا عبد المنعم، وان شاء الله يعني انت كمان تعمل الحاجه اللي انت بتحبها فتساعدها وتوصل لكل اللي انت عايزه. بنشكرك الحاجة زينب والشربيني وابنها عبد المنعم المهدي الطالب بكلية الدراسات الإسلامية، يعني قصة كبيرة، قصة وزي ما بيقولوا قصة ملهمة. يعني احنا كنا في الأول قلنا ان الحب أفعال لا أقوال، يعني الأم اللي تركب خمس مواصلات علشان تودي ابنها يتعلم وتبقى حريصة جدا جدا كل يوم انها تشيله حرفيا، احنا مش بنتكلم تشيله يعني بشكل معنوي، لا يعني بنتكلم حرفيا بتشيله وتوديه لغاية المعهد وتستناه لغاية لما يخلص وتاخده مرة تانية وترجع ويبقى على الباقي زي العسل. ما اعتقدش ان في معنى اكتر من كده من معاني الحب. طبعا الام قيمة عظيمة جدا بالنسبة يعني لأي شخص، ولكن الحب هنا بيتجسد بالمعنى الحرفي. هي الام ما سابتش ابنها في عز ما كان محتاج لها فيما يتعلق بالتعليم. حقيقي يعني ربنا يخليهم لبعض يا رب. يعني واحنا فعلا قصة لمستني جدا في الحقيقة.